مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. غاز البروبان أصبح ضرورة ملحة وفي بالغ الأهمية بالمناطق الجبلية الباردة، والعينة من مشتة الفرن في بلدية الجازية بولاية أم البواقي. السكان يطالبون بهذه المادة الحيوية. عدد اليوم من برنامج صريح جدا، تابعوا معنا. احنا نهضروا على الغاز اليوم، الغاز تاعنا ما كانش لهنا ونتعبوا، خاصه كيف هي مشتاكي كيما هكا راحنا نتعبوا بزاف. قرعه تاع الغاز باش تجيبها لهنا ساعه ساعه تكسر طوموبيل وحدك ما كانش، الليله هذيك ما عندناش. نحبوا الغاز، غازوفيل والماء يعدلونا الطريق. راهو الماء ما عندناش، راهي 10 سنين وانا نقاسي نسلك كل 3 ايام 150,000 ماء بالكاميو، نجيب فيه بالكاميو لولادي، يبقى في الخزان او تشوف فيه الخزان زيواه، يعني تلوث كبير. احنا مخصوصين في الطريق في الغاز، خاصه الغاز، الغاز احنا عندنا قرعه غاز عمرها تسقى منا ب 70 60، ما عندناش حتى حاجه نجيبوا فيها الغاز، لازم تاكسي تجيب فيها الغاز، الطريق ما كانش. رانا القرعه تسقى مننا في 60 70 الف، هنا ما عندناش، خلاص منطقه جبليه بارده علينا. نطلبوا من السلطات تدعمنا، المنطقه فلاحيه تدعمنا بكاش الدعم تاع الفلاح. وعدونا بالغاز وقالوا لنا نجيبوا لكم الغاز وراحوا ما رجعوش. هاكو تشوفوا في الجبل، هاكو تشوفوا في الجبل يسيب لنا في البرد، ما عندناش الغاز، مخصوصين في الغاز والطريق. رانا تقريبا 12 سنه هنا في مشت الفالتة، الطريق ناقصة، أروح تشوفها. نزقيو بالسيتيرنا، السيتيرنا سقم لهنا، باجيك سيتيرنا من الزازية لهنا ب 150,000. الأولاد يجيهم الكار، يجيهم الكار، الطريق هذه كلها يمشيوها يحبس لهم الكار في لاري. الأولاد تاعنا يقراوا، الأولاد الصغار راك تعرف كلش كلش بالغاز، كلش بالغاز، يختنا على الحطب هذا ما نسخنوش. منطقة جبلية وباردة وتتجمع هنا، احنا الديار هنا مجمعين، راه ما عندناش بارده في الشتاء، ما عندنا حتى القرعه توصلنا هنا ب 60 70 الف ما كانش، خلاص القرعه ما كانش، توصلنا ب 60 70، ما عندناش حتى السلطات، نطلبوا من السلطات تعاوننا في الغاز وتركب لنا الغاز والماء. احنا رانا نحبوا العمل، نحبوا نخدموا، راه وقت لنا الجفاف لهنا ما كانش، الخدمه ما عندناش نهائيا، ولا احنا ضعنا وزدنا ضيعنا اولادنا معانا. الخدمه ما كانش عندهم لهنا، شبيبه راهي حابسه قاعدين حابسين. التريسيتي كاين الحمد لله، التريسيتي كاين، الطريق والماء والغاز، هذا هم اللي مخصوصين فيهم. وطرات الغاز كيف تجيبوه؟ لازم فروض، تروح تجيب فروض ولازم فروض باه يجيبها لك لهنا، قرعه تاع غاز تقامك فيها 70 60، هذاك واحد كيساعدك يساعدك ب 60، والطريق راكم تشوفوا فيها حتى كيجي فروض تحشم يمشي فيها بعد. نحن نطلبوا من السلطات تشوف لنا بعين الرحمه تكمل لنا هالمشروع هذا تاع الماء وتاع الغاز وتكمل لنا الطريق. كاش ما يعاونونا، نجو السلطات كاش ما يعاونونا بالتنميه الريفيه. رانا ساكنين في منطقه تاع الجبل، كون ما نروحوش نجيبوا عطا حطب نسخنوا عليه ولا نطيبوا عليه نباتوا بلاش. كاش ما يعاونونا في الخدمه، رانا نباتوا بلاش، عندنا الحانوت هنا نكرديو عليها، يكردي لنا مول الحانوت روح بس، قالنا ما عادش تكرديو. مشت الفرن فيها عده، فيها عده مشاتي، وهم اغلبيه المشاتي هذن جاوا في اعالي جبال الجازيه. همهم الوحيد هذ المواطنين، يعني هم واحد اليوم استفادة من غاز البروبان. نحن كمنتخبين نسعوا مع السلطات يعني ينظروا بالعين الاعتبار لهذه المشتة، وهو فيها عدة مشاتي، منها بير السطلة، مشتة الفالتة، مشتة الميدية، مشتة المريحية ومشتة العوامرية. نحن نسعوا مع السلطات يعني ياخذوا بعين الاعتبار هذه المشتة كأولوية من هذه المادة. أغلبية تاع السكان هذوما اليوم همهم الوحيد استفادة من غاز البروبان. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.